نيجي للعدد الكم الثالث وعدد الكم الناقصي بالمستوى اللي هو بالرمز ام ان. شو يعني ام ان؟ يعني عدد الكم الناقصي يمثل عدد الافلاك التي يتكون منها الغلاف الفرعي الواحد. قبل شوي حكينا انه المستوى الرئيسي هو ان، عفوا عدد الاخلفه الفرعيه اللي هو ان يساوي ان اللي هو مستوى الطاقه الرئيسي. طيب هون بحكي لي يمثل عدد الافلاك التي يتكون منها الغلاف الفرعي الواحد. طيب معناته الغلاف الفرعي بيتكون من عدد من الافلاك. عدد الافلاك الكلي للغلاف الرئيسي يساوي ان تربيع. هلا بشرح لكم، يرتبط بالاتجاه الفراغي للفلك. الاتجاه الفراغي للفلك ياخذ قيم ال موجب صفر وال سالب. كيف يعني هلا؟ هلا في عندنا هون المستوى الفرعي حكينا اس بي دي اف. قيمة ال دائما حكينا اس قيمتها صفر، بي قيمتها واحد، دي قيمتها اثنين، واف قيمتها ثلاث. هلا عدد الافلاك، المستوى اس دائما بيحتوي على فلك واحد، فلك واحد. بي بيحتوي على ثلاث افلاك، يعني بيكون عنده ثلاث افلاك بهذا الشكل. دي خمس افلاك. واف سبع افلاك. طيب هلا هي عدد الافلاك، اس دائما فلك واحد، بي ثلاث افلاك، دي خمس افلاك، واف سبع افلاك. هلا نيجي هلا لعدد الكم المغناطيسي، حكينا باخذ قيم من موجب ال لسالب ال مرورا بالصفر. هلا قيمة ال صفر صح؟ ال ام ال صفر. في موجب سالب صفر؟ لا صفر. نيجي لهون، إذا كانت قيمة ال مو واحد واحد، كم ال ام ال لها؟ سالب واحد صفر موجب واحد. دي تاخذ قيمة اثنين، ال لها اثنين، معناته اثنين سالب واحد اثنين واحد صفر سالب واحد وسالب اثنين. ال تساوي 3 بتاخذ كمان ام ال لها 3 2 1 0 سالب 3 سالب 2 وسالب 1. هون عندنا 0 معناته كم فلك عندي؟ 1. كم قيمة عندي هون؟ 3 معناته هذول عدد الأفلاك 3. كم فلك عندي؟ 5. كم قيمة عندي؟ 5. 7 وهون عندي 7 قيم. هلا عدد الأفلاك الكلي يساوي ان تربيع. مثلا بحكي لك أوجد عدد الأفلاك في المستوى الرئيسي الثالث، المستوى الرئيسي الثالث يعني إن تساوي 3، 3 تربيع معناته عندنا 9 أفلاك. هاي عندك مثال، ما عدد الأخلفة الفرعية والأفلاك في المستوى الرئيسي الثاني؟ المستوى الرئيسي الثاني يعني إن تساوي 2. إن تساوي 2، أحطها هون. طيب، ما عدد الأفلاك؟ حكينا عدد الأفلاك الكلي إن تربيع، كم عدد الأفلاك الكلي بده يكون؟ أربعة. عدد الأفلاك الكلي بده يكون أربعة. طب شو هم الأفلاك الكلية؟ خلينا نشوف. ال L حكينا N تساوي 2، قيمة L ل N تساوي 2. عندنا S و B، طب كم قيمتهم؟ صفر واحد. طيب ال M L كم إلها؟ صفر دائما باخذ قيمة صفر حكينا زي هناك. الواحد باخذ سالب واحد موجب واحد مرورا بالصفر. سالب واحد صفر وموجب واحد. كم فلك عندنا؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، معناته عدد الأفلاك يساوي أربعة، اللي هي ان تربيع، من وين اجت؟ اللي هي اثنين تربيع. واضح؟ طيب، نيجي لأربعة اللي هو الكم الرابع اسمه عدد الكم المخزني. عدد الكم المخزني بيرمز له بالرمز ام اس، يشير الى اتجاه دوران الالكترون حول نفسه في الفلك، حول نفسه، الالكترون بدور حول نفسه في الفلك، اما مع عقارب الساعه وعكس عقارب الساعه. اذا الالكترون دار مع عقارب الساعه باخذ قيمه موجب نص، عكس عقارب الساعه سالب نص، معناته ام اس بس بتاخذ قيمتين، اما موجب نص او سالب نص. هاي عندي فلك، الالكترون بدور عكس عقارب الساعة بدور والإلكترون مع عقارب الساعة. ليش بدور الإلكترونين مع عقارب الساعة الموجودين، الإلكترونين الموجودين بالفلك نفسه، ليش واحد بدور عكس الثاني؟ عشان ينشأ بيناتهم مجال مغناطيسي بقلل من التنافر الكهربائي ويكون الاثنين بنفس الفلك. احنا بنعرف انه شحنة الإلكترون سالب، وسالب مع سالب بيعمل تنافر، فكل إلكترون بدور عكس عقارب عكس الثاني لحتى ايش؟
يقلل من التناثر الكهربائي. الفلك لا يستوعب اكثر من الكترونين، كل فلك بيستوعب بس الكترونين. نيجي اخر شيء لمبعد مبدا الاستبعاد لباولي، احكي عدم وجود الكترونين في الذره نفسها له مع قيم اعداد الكم الاربعه، يعني اعداد الكم الاربعه هم ال ال ام ال ام اس ما لازم تتشابه للالكترونين الموجودين في نفس الفلك. كيف يعني؟ عندنا 1s الغلاف الفرعي 1s، واحد شنو واحد؟ يعني ان كم قيمة ان؟ واحد. اس دور الغلاف الفرعي اس كم قيمته؟ اس حكينا هناك صفر. ام ال ام ال تاخذ قيم من سالب ال صفر موجب ال، هون عندنا صفر صفر هذا الالكترون الاول. ام اس بده ياخذ موجب نص هذا الالكترون الاول. طيب الالكترون الثاني شو بده ياخذ؟ نفس الشيء واحد. من وين جبتها؟ من هون. اس صفر صفر، ما بصير احط موجب نص، بحط سالب نص. معناته مبدا الاستبعاد لباولي انه عدم وجود الكترونين في الذره لهما نفس قيم اعداد الكم. الفلك الواحد لا يستوعب اكثر من الكترونين. نرجع هون عدد الافلاك، فلك اس عنده فلك واحد كم الكترون بيستوعب؟ بس اثنين. الفلك بي عنده ثلاث افلاك كم الكترون بوسع؟ اذا الفلك الواحد بوسع اثنين وعندي ثلاث معناته ست الكترونات. فلك اس بوسع الكترون الكترونين عفوا، الفلك بي بوسع ست الكترونات، دي عندها خمس افلاك معناته 10 الكترونات بوسع، واف لانه عنده سبع افلاك بوسع 14 الكترون. ويعطيكم العافيه.